مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقة أخرى من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذه الأمسية التراثية الجميلة وشوطنا الرابع عشر في مجموعة أشواط هذه الأمسية التراثية، شوطنا الرابع عشر الخاص هنا أيضا بالحجايج القعدان. هنا من ينطلق على هذا الأداء الجميل، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمناها لكل الفائزين في هذا المهرجان وكل من أتى، كل من شارك في هذا المهرجان فهو فائز بحد ذاته. نتابع هذه المجريات، نتابع الانطلاقة. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. الصدارة والمركز الأول الصنافي للشريقي بن محمد بن معدن الاكتبي، من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. شاهير في المركز الثاني عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي، من يأتي على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث عشاق نايف بن سالم بن حاذة الاكتبي، ومن الجانب الآخر هناك جلاد عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي أيضا، من ينطلق على رابع المراكز. بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنا يأتينا المارد المبارك بن محمد بن نصرة العامري. وفي المركز السادس، المركز السادس المنطلق هنا في هذه اللحظات هو القادم بكل قوة في التحدي في الإثارة الدرع، سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. ومن الجانب الآخر شعار بالكيلة، شعار سهيل بن سعيد بالكيلة العامري، من ينطلق بهذا الأداء الجميل هنا في هذه اللحظات. هنا أيضا القدوم، القدوم من ظبيان العصري بن محمد بن حب العامري، من يأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع والمنطلق على تاسع المراكز ما يهاب سالم بن حميد الراشدي. أما على المركز العاشر وعاشر المراكز يأتينا شداد مهير بن محمد بن خميس مصوب الاكتبي، من ينطلق بهذه اللحظات. يا سلام الله، نعود إلى الصدارة، نعود مع الشريقي بن معدن هناك، والصدارة مع الصنافي الشريقي بن محمد بن معدن الاكتبي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. جلاد في المركز الثاني، عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي، من يأتينا على ثاني المراكز. والمارد في المركز الثالث مبارك بن محمد بن نصرة العامري. وفي المركز الرابع الدرع سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. وفي المركز الخامس عشاق نايف بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي، من يأتينا على المركز الخامس. بينما سادس مراكزنا المنطلق ما يهاب سالم بن حميد الراشدي، من يأتي بهذا الانطلاق. شاهين من يأتينا سابعا لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي. وهناك شداد مهير بن محمد بن صوب الاكتبي، من ينطلق. ولكن أرى التدخلات السريعة في هذه اللحظات. هنا يأتينا الشماخ يأتي لسيد محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. ومن الجانب الآخر يأتينا هناك نيتروس للسيد محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. تمرد المارد على الصدارة، تمرد المارد على المقدمة، على المركز الأول مبارك بن محمد بن نصرة العامري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الشماخ قادم لمحمد بن غريب بن راشد الاكتبي، من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق من الجانب الآخر هنا يأتينا ما يهاب سالم بن حميد الراشدي، من ينطلق على المركز الثالث إلى الثاني. وفي طريقة إلى المقدمة نتابع المركز الرابع، يأتي الدرع سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، أرى شعار بن مايد قادم على ظهر السرمد محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والقادم هنا أيضا هملول سعيد بن حميد بن سلطان بن خديدة الفلوسي. ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة مع المارد، المارد، المارد مبارك بن محمد بن نصرة العامري. وهنا شماخ، شماخ محمد بن غريب بن راشد الاكتبي، من ينطلق في هذه اللحظات
ربي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 حملول حملول لسعيد بن رحميد بن سلطان بالقدادة الفلاسي. من ينطلق بهذه اللحظات؟ من ينطلق بالتحدي بالإثارة؟ مشاهدينا الكرام ومياس مياس القادم أيضا لسلطان بن غيث بن حميد الغفالي من يأتينا بهذه الانطلاقة. ومن الجانب الآخر الله 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 التحدي التحدي من سرمد 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 محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من ينطلق لكل الأمتار. ولكن الصدارة الصدارة مع حملول على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سعيد بن حميد بن سلطان بالقدادة الفلاسي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سلام 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 للمرموم سلام سلام للمرموم وتحية على هذا الأداء. تهانينا لك يا حميد بن قديدة هنا، تهانينا سعيد بن حميد بن سلطان بن قديدة على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني أتانا هنا سرمد محمد بن أحمد بن طار بن مايد الخيري. المركز الثالث المارد المبارك بن محمد بن نصر العامري. وفي المركز الرابع من أتى هنا أيضا مياس السلطان بن غيث بن حميد الغفيري. أما على المركز الخامس من وصل هنا في هذه اللحظات الشارد لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرضي الحميري. من أتانا على المركز الخامس هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل. واستطاع حملول أن يعلن الفوز يعلن الناموس. تهانينا لسيد سعيد بن حميد بن سلطان بالقديدة الفلاسي على هذا الفوز الجميل. تهانينا لك يا حميد يا بالقديدة هناك بالمرموم ولك التحية على هذا الفوز الجميل. وتوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما على المركز الثاني فكان من نصيب السرمد من أتانا على المركز الثاني لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخياري. وسجل توقيتا زمني مقداره 6 دقائق 6 دقائق وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. أما ثالث مراكزنا فكان مشاهدينا ومتابعينا الكرام المارد من وصل على المركز الثالث مبارك بن محمد بن نخير بن نخير بن نصر العامري وسجل 6 دقائق 2:08 من الثانية. تهانينا والناموس. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.